المستشفى الحسن الثاني. من امام مستشفى الحسن الثاني بالمدينه ديال خبيبقه. كيف ما تكلمنا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في على المباشر من امام مستشفى الحسن الثاني بالمدينه ديال خريبكه. حادث سير ماساوي بين جوج ديال السيارات، بين سيارتين خفيفتين. اربعه توفوا في الحين واربعه الاشخاص ما زالت الحالة ديالهم غير مستقرة، يعني واحد في العناية المركزة، أربعة توفوا في الحين، وشخص يعني في العناية المركزة، وأربعة الأشخاص من جنسية روسية. كيف كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، شكرا لك الأخ، شكرا لك الأخ. لازالت العائلات والأسر ديال الضحايا اللي هم يعني مرابدين أمام مستشفى، يعني اللي هم مرابدين أمام مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة. تم يعني بالحضور ديال السلطات المحلية وب الجميع أنه دخلت الأطقم الطبية وتم يعني تقديم العناية، يعني تم تقديم الإسعافات الضرورية لهؤلاء الضحايا ولهؤلاء المصابين. تعازينا الحارة للعائلات والأسر ديال هاد الضحايا اللي هما يعني كانوا غاديين في حفل، غاديين غير يعني الحضور واحد الحفل، حفل زفاف عرس. تم يعني وفاة أربعة الأشخاص في الحين، الشخص الخامس اللي الحالة ديالو يعني غير مستقرة هو في العناية المركزة. هذه مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء يعني آخر تفاصيل والتطورات ديال هاد الحادث المأساوي، ديال هاد الحادث المأساوي اللي وقع اليوم. الناس كانوا جايين من المدينة ديال الدار البيضاء متوجهين لخريبكة على المستوى يعني طريق السيار، وبالضبط بواحد الجماعة يعني بواحد المنطقة اللي هي بني خلف، تم وقوع هذا الحادث إثر اصطدام بين هاد السيارتين الخفيفتين. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء يعني لا زالت العائلات ديال الضحايا الله يرحمهم يعني الله يرحمهم يا رب. الناس يعني ما صبروش على يعني الله يرحمهم والله يجدد مثواهم الجنة. لازالت العائلات والأسر يعني لازالت العائلات ديال أمام الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة. الناس يعني للاسف شديد متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في على المباشر من امام مستشفى الحسن الثاني بالمدينه ديال خريبكة. هاد الحادث المأساوي اللي خلف اربع ضحايا، الشخص الخامس يعني راه في العنايه المركزه، واربعه الاشخاص مصابين من جنسيه روسيه. بعد تدخل الأطقم الطبية والفريق الطبي يعني تم تقديم الإسعافات، فيما تم يعني نقل الوفيات إلى مستودع الأموات، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة ديال خريبكة.
كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء على المباشر من امام مستشفى الحسن الثاني بالمدينه ديال خريبكة. هادو العائلات والاسر ديال الضحايا اللي مازال يعني في هاد الاثناء يعني اللي مازال في هاد الاثناء انهم امام المستشفى الحسن الثاني بالمدينه ديال خريبكة للاطمئنان على الحالات اللي مازال يعني في وضعية غير مستقرة. للأسف شديد متابعينا مشاهدينا الأوفياء هد طريق المدينة ديال خريبكة يعني يلاه تقريبا ما كاملاش يعني شهر كان هذا الحادث المأساوي ديال الحافلة، مجموعة من الحوادث اللي كتوقع على الطريق السيار ولا يعني الطريق العادية. نسأل الله يعني السلامة وتعازينا الحارة مجددا للعائلات ديال الأسر والضحايا ديال هاد الحادث المأساوي، هاد الحادث المفجع واللي خلف أربع اللي خلف أربع ضحايا اللي للأسف شديد متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في ما تصوروش يعني الحاله الهستيريه اللي كانوا فيها العائلات والاسر ديال الضحايا. من بين الوفيات يعني شاب يلاه تخرج استاذ، يعني شاب يلاه تخرج استاذ وكانوا متوجهين الحضور حفل زفاف، كانوا متوجهين الحضور واحد الحفل زفاف بالمدينه ديال خريبكة للأسف الشديد هاد الحادث المأساوي، هاد الحادث المؤلم واللي كيف ما تكلمنا متابعينا مشاهدينا الأوفياء يعني كيف ما تكلمنا خلف أربع وفيات، الخامس يعني الحالة يعني الخامسة راه غير مستقرة في العناية المركزة، والحالات الأخرى يعني المصابين أربع حالات من جنسية روسية. لا زالت أسر وعائلات الضحايا المصابين مرابضة أمام المستشفى الإقليمي بالمدينة ديال خريبكة وسط واحد الاستنفار أمني، يعني استنفار أمني غير مسبوق شهده المستشفى يعني الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة. هاد الحادث المأساوي وهاد الحادث المفجع واللي خلف كيف ما سبق الذكر أربع وفيات. الحالة الخامسة حالة غير مستقرة، حالة غير مستقرة في العناية المركزة، وأربعة المصابين اللي هما من جنسية روسية. بعد الحادث المؤلم دخلت الأطقم الطبية وتم تقديم الإسعافات الضرورية للمصابين، والله يصبرهم الله يصبرهم الله يصبر العائلات ديالهم، الله يصبر الأسر ديالهم، الله يرحمهم. في هذا الأثناء متابعينا مشاهدينا الأوفياء يعني ما زالت العائلات والأسر ديال الضحايا وديال المصابين مرابضة بمستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة. وهاد الحادثة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في يعني هاد الحادثة وقعت وخلفت للأسف شديد يعني ما زالت هاد الحوادث ديال السير اللي كتحصد الأرواح ديال العديد من الناس، الأرواح ديال الأبرياء واللي يعني الأرواح يعني البقاء لله، الله يرحمهم والله يجدد عليهم. الله يجدد عليهم الرحمة.
كان هذا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، يعني على المباشر من أمام مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال الخريبكة، من أمام مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال الخريبكة، يعني حادث، سير حادث، سير مأساوي ومؤلم، أودى بحياة أربعة ديال الأشخاص، حياة أربعة ديال الأشخاص، منهم شاب يلاه يعني حديث تخرج بقطاع التعليم اللي حتى هو يعني توفي في الحين. الشخص الخامس اللي مازال دابا في العناية المركزة والحالة ديالو غير مستقرة، وربعة الإصابات من جنسية أجنبية من روسيا، من دولة روسيا. هاد الاصطدام اللي وقع، هاد الحادث المأساوي اللي وقع بين هاد السيارتين الخفيفتين معا، واللي أودى بحياة أربعة أشخاص، اللي أودى بحياة أربعة أشخاص، واللي يعني أودى بحياة أربعة أشخاص. الشخص الخامس اللي هو الحالة ديالو غير مستقرة ولازال في العناية المركزة، وأربعة إصابات من جنسية روسية. للأسف شديد متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، كيف ما تكلمنا يعني قبل قليل أنه لا زالت هاد الحوادث ديال السير اللي كتحصد أرواح الأبرياء، اللي كتحصد يعني العديد العديد من الأبرياء بفعل السرعة، بفعل مجموعة من الأمور، ولحد الآن يعني تجهل الأسباب ديال هاد الحادث المأساوي، وكيتم يعني فتح تحقيق في المجال. كيف ما ذكرنا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، هاد الحادث المأساوي كان ما بين أسرة، ما بين عائلة يعني جاية من المدينة ديال الدار البيضاء، جاية من المدينة ديال الدار البيضاء في اتجاه خريبكة على طريق السيار، تم اصطدامهم بواحد السيارة خفيفة اللي على متنها واحد الأربعة ديال الأشخاص من جنسية روسية. هذا الاصطدام اللي خلف أربع وفيات، واللي في نفس الوقت يعني اللي خلف أربع وفيات. الحالة الخامسة غير مستقرة، ربعة الإصابات من جنسية روسية، تغمدهم الله بواسع رحمته، وتعازينا الحارة، تعازينا الحارة للعائلات والأسر ديال المصابين، والله يصبر الأهل ديالهم، الله يصبر الأهل ديالهم، والله يصبر الأسر ديالهم. ولحد ساعة، لحد ساعة يعني مازال العائلات والأسر ديال هاد الضحايا وديال هاد المصابين مازال يعني أمام المستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة. كان هذا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء على المباشر من أمام المستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة، هاد الحادث المأساوي، هاد الحادث المؤلم اللي خلف أربع يعني أربع وفيات، أربع وفيات من عائلة واحدة، أربع وفيات، وكانوا غادين غير العرس، كانوا غادين الحضور واحد الحفل ديال زفاف، غادين غير العرس، توفوا في الحين. الحالة الخامسة راهي بالعناية المركزة غير مستقرة، وأربعة المصابين من جنسية روسية، يعني أربعة الرواسة اللي هم كانوا ضمن هاد الحادث المأساوي. الله يصبر العائلات ديالهم، والله يصبر الأهل ديالهم، والله يصبر الجميع، الله يصبر الجميع. حالة من الاستنفار الأمني غير مسبوق شهده المستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة، شهده المستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكة. كيف ما كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء، الناس ما تقبلوش، الناس ما تقبلوش الفراق صعيب وبهد الطريقة وبهد الحادث. نسأل الله لهم الرحمة وتعازينا الحارة للعائلات والأسر ديال هاد الضحايا، الله يصبرهم والله يصبرهم والله
الله يرزقهم الصبر. هاد الحوادث ديال السير للأسف متابعينا مشاهدينا الأوفياء اللي كتخلف العديد من الأرواح وكتلف صفوف يعني الأرواح، حوادث سير بسبب السرعة، بسبب الطرقات، حرب الطرقات، حرب حرب الطرقات، واللي يعني تحصل الأخضر واليابس وكتحاول دي يعني أرواح ديال العديد من الأبرياء. كان هذا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء على المباشر من أمام مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ديال خريبكا، تفاصيل الحادث المأساوي، حادثة سير المؤلمة اللي راح ضحيتها 4 ديال الأشخاص من أسرة واحدة كانوا غاديين لحضور حفل زفاف، حالة خامسة غير مستقرة مازال في العناية المركزة، و4 الإصابات اللي هما من جنسية روسية. في انتظار التوصل بآخر المعطيات متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تعازينا الحارة مجددا العائلات الأسر ديال هاد الضحايا وديال هاد المصابين.